السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، هنتكلم في الفيديو ده على حاجة بسيطة جدا لكن مهمة جدا. كلنا شفنا مضخة وشفنا البيرنج هاوس بتاعها، ولقينا جنبها دايما دايما الناس تقولك الزيت جوه زيادة، الزيت جوه ناقص، اصل حصل تسريب من الاوليسين، اصل الاويلر مش مظبوطة. طب ايه الموضوع؟ لو قدامنا كيسنج لمضخة طاردة مركزية، في زي ما احنا شايفين العمود والبيرنج والزيت وكوباية الزيت اللي جنبه اللي بنسميها الاويلر. طيب لما نبص في كوباية الزيت بنلاقي الزيت بيبقى فيها عالي كده فوق، اعلى من بيرنج هاوس او في مستوى اعلى نقطة في البيرنج هاوس. معقول يكون الزيت جوه كده؟ ده معنى كده ان البيرنج ده اصبح نايم في حمام زيت بالكامل، مغمور بالكامل. هل ده صح؟ لا، في الحقيقة الزيت بتاعنا جوه بيبقى كده. ايه ده، هو له معيار صغير قوي كده؟ امال ايه؟ ايه الاويلر دي؟ الاويلر دي مجرد خزان لتعويض النقص في الزيت للامان في حاله انه يحصل تسريب. طيب فين بقى مستوى الزيت ده؟ لو بصينا في الجنب ده هنلاقي الحلقه الصغيره، العدسه دي لازازه بيان للزيت. الزيت دايما بنحاول نحافظ عليه يكون يا اما في نصها يا اما تلات ارباعها، ما تبقاش مليانه قوي وما تبقاش ناقصه قوي، نلعب حوالين النص. طيب ده مدلوله ايه جوه البيرنج؟ لما ناخد خط بالاحمر كده ونروح عند البيرنج نلاحظ ان هو بيبقى قاعد في نص البليه اللي تحت. لا، ده في نص كوره من البليه اللي تحت. ازاي الكلام اللي بتقوله ده؟ تعال نشوف كده. لو قلنا ان ده البيرنج بتاعنا اهو، الخط الاصفر اللي تحت ده هو الزيت، نلاحظ انه مطلوب انه يغطي نص كوره فقط من البيرنج، نص كوره فقط. فتقوم الكوره دي تاخد زيت وتطلع توزعه على الباقيين، تبرد وتبرد الزيت وتنزل تاني. تعالوا نبص كده اهو، ادي الاتنين بيرنج وادي عدسة البيان، خدنا خط احمر منها. نمشي كده عند الدايرة اللي بالاخضر اللي في الجنب دي، نلاحظ احنا مغطيين نص كورة بس، الخط الاحمر مغطي نص كورة بس في اليمين اهو تحت. طيب ادي البيرنج هاوس، وادي فتحة الفنت اللي فوق اللي بتسمح بدخول وخروج الهواء، وادي فتحه الدرين لما اجي اغير الزيت او اغسل البيرنج هاوس نفسه واشيل الزيت القديم، وادي العمود والبيرنج بيلفوا. ده الزيت بتاعنا، حوض الزيت ده اقل مستوى زيت اللي هو قلنا ايه، اللي هو نص يغطي نص كوره، افضل مفضل ما يزيدش عن 3 ارباع كوره وما يقلش عن نص كوره بكتير. طيب وده طبعا الباقي بيبقى بقيه البيرنج هاوس مليان هواء. احيانا بيبقى مفضل لو احنا خايفين قوي من الصدف بيئه فيها رطوبه ان بنحط مكان الهواء ده نيتروجين. طيب لو قلنا ده خط اعلى مستوى زيت اللي هو لا يتعدى 3 ارباع حجم كوره، 3 ارباع حجم كوره واحده من البيرنج، وده لو اقل مستوى بنتكلم ان هو تقريبا النص. طيب لما البيرنج ده بيسخن والزيت بيسخن والعمود بيسخن والهواء اللي جوه ده بيسخن، اللي بيحصل ان ضغط، ان الهواء حجمه بيزيد، الغازات ده من حجمها بيزيد بزياده قوي. طيب لما حجمه يزيد والبيرنج هاوس ده حجم ثابت اللي هو العلبه اللي محتويه الهواء، فلازم الهواء الزياده ده يطلع بره، الضغط لازم يبقى دايما جوه اتموسفير، ضغط جوي. ليه؟ والا هيضغط على الزيت ينزله تحت، ينزله لتحت. يبقى اعمل ايه؟ لازم فتحة الفنت دي تبقى دايما مفتوحة باستمرار، تسمح بخروج الهواء اللي بيتمدد لبره او تسمح بدخول هواء جديد لجوه. نبص في الصورة اللي قدامنا دي، فوق عندنا في غلطات فروقات وغلطات ما بين فوق وتحت. اول حاجة عندنا فوق اير فنت مظبوطة، تحت مفيش، مفتوحة على طول، فبناء عليه هيحصل عندنا صدى ورطوبة وهيخش عندنا كونتامينيشن زي رملة وتراب. طيب ايه التاني؟ الحاجة التانية مستوى الزيت فوق يكاد يكون مظبوط، وهنا عندنا نلاحظ انه مش طايل البيرنج لان احنا عندنا غالبا هنا اويل سبلاش اللي هي حلقة طرطشة بتاخد من تحت تحطه فوق. طب تحت مستوى الزيت عالي جدا، ده معناه ان انا حاطط البلية في حمام زيت، يبقى ده طبعا مش كويس ومش صح. ايه الاويلر؟ الاويلر لما الزيت يقل جوه البيرنج عن المستوى المطلوب اللي احنا ظابطين عليه مستوى الاويلر، تبدأ الاويلر تنزل تدخل تعبي المخزون بتاعنا ترجعه للمستوى اللي احنا طالبينه نتيجة ما حصل تسريب او حصل بخر من البيرنج هاوس. طب بتشتغل ازاي الاويلر دي بقى؟ تعالوا نشوف. لو ده مستوى الزيت اللي احنا عايزينه وده المطلوب اسمه واحد، قل راح لمستوى اتنين،
لما يقل المستوى 2، النقطة رقم 3 دي المسلوب، الحتة الصغيرة دي بقت مش متغطية بالزيت، فيبدأ الهواء اللي هنا يخش كده يعدي كده يطلع فوق، يبقى دخل فين؟ دخل هواء فوق في المكان 4. الهواء اللي دخل ده يضغط على الزيت ينزله تحت تحت، يبدأ يرفع مستوى الزيت تاني المستوى اللي احنا عايزينه، بحيث انه يخلي النقطة رقم 3 متغطية بالزيت، فيمنع رجوع دخول الهواء، ونتيجة منع دخول الهواء يبقى تدفق الزيت يقف تاني برضه. دي فكرة الأويلر. طيب الأويلر لها اتجاه في التركيب، هل لها علاقة باتجاه دوران العمود؟ اه، تعالوا نركز كده. لو عندنا ده العمود بيلف، دايما افضل ان الأويلر تبقى وكأن البيرنج لما يشتغل كأنه امبيلر او مروحة، يزق الزيت جوه الأويلر مش يسحبه منها. تعالوا نشوف الفرق كده. لو عندنا ده، ادي اتجاه الدوران، ادي اتجاه الدوران، البيرنج هيعمل موجة يسحب الزيت يزقه فين؟ يزقه على الأويلر اللي على اليمين، فيقوم يزق الزيت جواها ما يسحبوش منها، فبناء عليه يبقى الهواء دايما محبوس فوق ومستوى الزيت ثابت. طب العكس، لو حطينا الأويلر الناحية التانية، اللي هيحصل ان الموجة دي هتسحب الزيت من الأويلر، وتبدأ تبقى موجة متغيرة، يخش هواء باستمرار جوه الزيت، فالزيت يبقى مستواه مش ثابت، واسحب زيت زيادة من الأويلر. ادي عندنا الأويلر الثابتة اللي فيها الشطف اللي احنا زي شايفينه ده، اللي بيحدد فعليا، قلنا ان النقطة اللي فوق منه هي اللي بتحدد مستوى الزيت. في نوع تاني من الأويلر بيبقى فيه الصامولة البيدة، مفهوش شطف، الصامولة بيدة بتركب على المسمار زي ما احنا شايفين، بتعلى وتوطى فوق. لو قلنا ده مستوى الزيت في اليمين احنا حددناه بالشطف، في الشمال حددناه بمستوى الصامولة، بنقدر نتحكم فيه بمستوى الصامولة. القصة ان في الصامولة دي الوضع متغير، اقدر اعلي واوطي زي ما انا عايز. طب ايه فكرتها؟ تعالوا من ناحية الشمال كده، ادي الاويلر بتاعتنا، ادي مستوى الزيت اللي احنا عايزينه، عايزين نحافظ عليه عند الصامولة زي ما قلنا، بنتحكم فيه ان انا اعلي واوطي الصامولة تمام، فاقدر اتحكم فيه تمام. طيب لو الزيت نزل للمستوى ده، اللي هيحصل ان الصامولة بقت مكشوفة للهواء، فيبدأ هواء يجي من بره يدخل، اللي هو السهم اللي احنا شايفينه النقط البيضة دي تطلع فوق، الهواء يطلع فوق وينزل مكانه زيت يغطي الصامولة تاني. حاجة كمان، تعالوا نبص كده من ناحية الشمال، ده من ناحية اليمين الأول، نقول ادي الحالة بتاعتنا اللي احنا عارف شرحناها قبل كده، ان الهواء اللي بيخش الاولر بيجي منين؟ من جوه البيرنج هاوس نفسه، والبيرنج هاوس بيجيب من الجو، يبقى لكن هيسحب الاولر، هيسحب من البيرنج هاوس نفسه. في الحاله التانيه دي احنا حاطين الاولر وصلناها بالبيرنج هاوس وعملناهم سيستم مقفول، يبقى الهواء اللي هيخش الاولر ده من هيجي منين؟ من البيرنج هاوس، لكن هواء غير متجدد، هواء ثابت، الكميه اللي حطيناها اول مره لن تتغير. في الحاله التالته احنا دايما هنسحب من الجو، دايما هنسحب اللي هيخش الاويلر من الجو. ايه الفرق بين الاتنين اللي قلناهم في الاخر؟ النوع اللي على الشمال ده اسمه الفنتد. يعني ايه فنتد؟ يعني انا بسحب دايما، البيرنج هاوس بياخد كل مره من الجو ويرجع تاني هواء من الجو ويرجعه تاني. في الحاله اللي على اليمين لا، هي كميه ثابته مش هتتغير، كميه الهواء المحبوسه هتفضل طول عمرها محبوسه، وتفضل تلف وتدور جوه السيستم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي.